حياكم الله مشاهدينا الكرام، أنا علاء الصالح وهذه حلقة جديدة من استديو التاسعة. الرئيس الأوكراني خاطب العالم من خلال مجلس الأمن لأول مرة وشن هجوما عنيفا على روسيا وحربها ضد بلاده بعد زيارة شجاعة قام بها إلى بوتشا المنكوبة. فماذا عن صدى هذه الكلمة وعن تداعيات ما قاله وعن مطالبته بمحاسبة من ارتكب جرائم حرب؟ تبادل أسرى جديد جرى اليوم أيضا مشاهدينا الكرام بين الروس الأوكرانيين بتبادل 86 عسكريا. كذلك الحديث عن مهاجمة فرقاطة عسكرية روسية من قبل الجيش الأوكراني. إذن تطورات في الميدان ما زالت مستمرة وجزء كبير منها لصالح الأوكرانيين. أهلا ومرحبا بضيفنا الكاتب والمحلل السياسي من باريس عبر سكايب مازن عدي. أستاذ مازن يا مرحبا. يا مرحبا. أهلا ومرحبا بضيفنا أيضا الباحث السياسي علاء حسو عبر سكايب. مرحبا أستاذ علاء، رمضانك مبارك. حضرتك وحضرة الأستاذ مازن يا هلا. يا هلا أستاذ علاء، رمضان مبارك لنا وجميعا. حياكم الله. الله منا ومنكم. يا مرحبا. لو بدأت معك أستاذ مازن عدي، الحرب على أوكرانيا مستمرة في يومها 141، هل من عنوان بتقديرك لهذه الحرب مع الإطلالة اليوم القوية للرئيس الأوكراني من خلال مجلس الأمن الدولي؟ يعني لا شك، أولا تحية للجميع، للمشاهدين وللمعدي البرامج والضيوف الكرام. لا شك بالنسبة لجلسة مجلس الأمن اليوم بتشكل طبعا نقطة بهالمسار، هذا المسار اللي كان معقد جدا واللي بيعطي مؤشر، طبعا مؤشر وضع روسيا والحكومة الروسية بقفص الاتهام، خاصة ما يتعلق بموضوع جرائم الحرب. طبعا هي مسألة وخطاب اللي سمح للرئيس الأوكراني اللي وجهه عمليا. عنوان الحرب أستاذ مازن، إذا بدك تعطينا عنوان، أعطينا عنوانا حتى أخذ أيضا عنوانا آخر من الأستاذ علاء حسو قبل أن أذهب إلى عرض آخر التطورات. عندك عنوان لهذه الحرب المستمرة في يومها 141؟ هي حرب لم تعد محلية، هي حرب يعني تستهدف بمعنى ما العالم الغربي بشكل مباشر. يعني الحرب من الصعب أنك تعطيها عنوان واحد، يعني ربما تكون فيه عناوين كتير، يعني ما بعرف كيف. تمام ممكن. تمام أستاذ مازن، خليك معي لو تكررت. أذهب إلى أستاذ علاء حسو. أستاذ علاء، هل من عنوان بنظرك لأبرز ما في هذه الحرب في يومها 141؟ حرب قصيرة تغير النظام العالمي. تمام، دعونا نتابع آخر تطورات هذه الحرب مع هذا العرض من إعداد زميلنا محمد سعدو، تفضلوا. تابعنا معكم هذا العرض مشاهدينا الكرام، ونشير إلى هذا الخبر العاجل
نقلا عن وزارة الدفاع الروسية التي أعلنت أن القوات الأوكرانية كثفت مؤخرا قصف الممر الإنساني المحاذي لماريوبل بحسب طبعا ادعاء وزارة الدفاع الروسية. وموضوع ماريوبل يحتاج إلى بحث سنأتي إليه. على كل حال أعود لضيفينا الكريمين الأستاذ مازن عدي والأستاذ علاء حسو. أستاذ مازن، كلمة الرئيس زيلنسكي اليوم من خلال مجلس الأمن بتقديرك إلى أي مدى تظهر أن الرجل متقدم على نظيره الروسي أمام العالم؟ بعد 41 يوم واللي كان مقدر أن تكون حرب سريعة حرب قصيرة، أنا قد لا أتفق مع زميلنا الضيف بأنه هي حرب قصيرة بدها تغير. بتفق معه بالقسم الآخر أن هذه الحرب ستحدث تغييرات كبيرة على صعيد النظام العالمي، لكنها ربما لا تكون قصيرة. يعني هذا الشيء اللي لا يجوز أنه نحن نتسرع بالاستنتاج فيه. الشيء اللي حكاه الرئيس الأوكراني بيعكس حالة من تغير الوضع، تغير ميزان القوى. يعني أصبحت روسيا الموقف الروسي بحالة دفاع، بحالة انكشاف، بحالة حصار، وبالتالي هو شدد بإطار الهجوم والإدانة، ووصل لدرجة مطالبة بأنه روسيا يجري إقصاءها من مجلس الأمن وألغاء حقها بالفيتو. فهذا الشيء في جانب من التصعيد، إذا بدنا نقول السياسي، هذا التصعيد ارتبط بفشل الحملة العسكرية. يعني هذا الغزو اللي كان يهدف من وراء تغيير النظام السياسي وأرجاع أوكرانيا للحظيرة الروسية فشل إلى حد كبير. لذلك صار في إعادة نظر بالأهداف الأساسية باتجاه الإمساك بمنطقة الجنوب والساحل، وبالتالي أصبح بحالة دفاعية، بحالة بالنسبة للروس بده بأقل الأضرار، وحاول يقلل كثير من الخسائر اللي حصلت نتيجة التزويد اللي صار بالأسلحة الأوكرانية. صار الاقتحامات كثير مكلفة بالنسبة للروس، فاعتمد بشكل أساسي باستراتيجيته العسكرية على الضرب والقصف من بعد عبر الصواريخ من بعد. يعني بمعنى ما سلاح الطيران لم يعد الحرية اللي كان يتمتع فيها. لكن هذه المواجهة التي حصلت اليوم أستاذ مازن، أيوة. هذه المواجهة التي تجددت اليوم في الأمم المتحدة في مجلس الأمن بين الرئيس الأوكراني والمندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة، بتقديرك من كان الغالب فيها؟ موقف الروسي موقف ضعيف كان. يعني الغالب الموقف الأوكراني، موقف الرئيس الأوكراني تفوق بهالمسألة، عدا أنه أيضا صار في تدعيم بالعمليات الطرد بالنسبة للدبلوماسيين الروس بأوروبا اللي وصل بحدود 150، بما فيه فرنسا استدعت السفير الروسي وبلغته بعزمه على طرد 35 دبلوماسي روسي. يعني في حالة من الحصار أو وضعه بالزاوية بالنسبة للموقف الروسي. تمام. يعني ابقى مع أستاذ مازن، ابقى معي لو تكرمت. أستاذ علاء حسو، أعود إليك وربما تعقب على ما قاله الأستاذ مازن بالنسبة للحرب القصيرة. أنت ترى بأن هذه الحرب قصيرة، إن أردت التعقيب سريعا على هذه المسألة قبل أن أسألك عن ما جرى اليوم في الأمم المتحدة، لماذا تعتبرها حربا قصيرة؟ لأن الحرب الطويلة تعني بأنها حرب عالمية ثالثة ودخول الناتو ودخول عناصر أخرى. ولكن حتى الآن ما نلاحظه بأن أمريكا فضلت أن تستخدم طريقة أخرى لهذه الحرب، وبالتالي أتوقع، أنا أقصد حينما أقول أنها حربا أي الحرب العسكرية ستكون قصيرة، وسيحقق بوتين في أقصى درجة ما كان يطمح إليه لدرجة أخرى.
ولكن في البداية دعني أن أقول، حينما أقول في التحليل أو أتحدث لا يعني حينما أقول بأنني متوافق معه، ولا يعني بأنني أيضا بأنني مع الأمريكان. نحن أمامنا حقائق وقائع نراها نقرأها كما شاهدناها وكما نسمعها ونضع تصوراتنا، وهذه التصورات من الصعب جدا في هذا الزمن أن تكون في بأن تكون صائبة إلى درجة كبيرة، لأن الأمور متغيرة بسرعة جدا جدا، الزمن يتغير بسرعة لم يعد الزمن السابق. طيب أستاذ علاء، في حرب الروايات الروسية والأوكرانية بين كلمة زيلينسكي اليوم وكلمة المندوب الدائم الروسي في الأمم المتحدة، طبعا زيلينسكي يتحدث عن القانون الدولي، عن جرائم روسيا في بوتشا وهي جزء فقط من الجرائم التي كشفت وستكشف مع الانسحابات الروسية من المدن الأوكرانية، هجوم قوي من زيلينسكي ورد أيضا من المندوب الروسي، بتقديرك أي الروايتين كانت أقرب إلى التصديق؟ لا شك بأن زيلينسكي هو أصدق، ولا شك بأنه هو يتألم أكثر، ولكن الوقائع كلها تشير إلى أن زيلينسكي بدأ بالتنازل، وهذا ما كان بسبب قبول هذه التفاوضات التي وصلت بذروتها في إسطنبول، أي بأن الماكينة الإعلامية الغربية وكل ما يمكن أن نتحدث فيها الماكينة الغربية لا تفيدنا فيما يحدث. مع كل أسف هي خطة تجري وبكل خطواتها، أما من ناحية الكلام فهل سيفيدنا ذلك الكلام على أرض الواقع؟ لا أتوقع بأن ذلك سيفيد. وزيلينسكي كما نعلم هو قام بجولة من المحادثات مع الكنيست ومع الكونغرس ومع حتى الدول العربية، ولكن أظن أن ذلك سينفعه بأن يكون مقاويا، وهذا ما حققه وهذا المكسب الحقيقي له، ولكن على أرض الواقع الأمور أصعب وأعقد من ذلك. أستاذ مازن، بالنسبة لكلام زيلينسكي عن الجرائم الروسية وأن ما كشف في بوتشا مجرد جزء مما سيكشف من كل المناطق التي تنسحب منها روسيا، إلى أي مدى بالفعل هناك مؤشرات على وجود سيناريو مرعب بعد انسحابات روسيا ربما المرتقبة إن حصلت تحت وطأة الهزيمة العسكرية كما جرى في محور كييف؟ يعني أعتقد ستتكشف مجازر أخرى، يعني هي المسألة الآلية اللي جرى فيها الاقتحام والمعارك الضارية اللي جرت من شيء طبيعي ومنطقي، أو بمعنى ما بالهمجية اللي تدربوا عليها الروس وتدربوا عليها بسوريا وتدربوا عليها بمناطق تانية، فما مستغرب أن تظهر هذه الهمجية في أوكرانيا، فهذا شيء حقيقي وواقعي يعني في هالمسألة. وزير الصحة الأوكراني أستاذ مازن أعلن اليوم قبل قليل عن أن القوات الروسية هاجمت 279 مشفى ودمرت 19 مستشفى بشكل كامل منذ بداية الغزو، بماذا تذكرك هذه الأرقام وهذا البنك من الأهداف، بنك الأهداف المتمثل بالمستشفيات، بماذا يذكرك؟ يذكرنا بما حصل بحلب، بمناطق الشمال السوري، بمدن كثيرة اللي استهدفها القصف الروسي، القصف النظام والروس، بس فعليا القصف الحقيقي والأساسي هو القصف اللي جاء من عبر الروس، فالأهداف كانت تضرب كل البنى التحتية، وصلت لدرجة حتى ضرب أسواق شعبية. يعني السياسة الاستراتيجية العسكرية الروسية هي سياسة الأرض المحروقة، الأرض المحروقة بمعنى ما عدم ترك أي مجال للبشر أن تعيش، عسكريين ومدنيين وأي كان، هي سياسة الأرض المحروقة، دفع الناس للمغادرة للهجرة
ضرب كل مقومات الحياة. فهي سياسة اللي اتبعوها بالشيشان، اتبعوها بسوريا، إلى حد ما بجورجيا، بغيرها. فهذا الأسلوب يعني هذا نهج، يعني نهج ونهج متوحش، وبيبيح لنفسه استخدام كل الوسائل والأدوات بما فيها السلاح الكيماوي اللي كشفوا الأمريكان إنه الروس كيف استخدموه، بمعنى ما غطوا هن شركاء للنظام السوري بجرائمه بموضوع السلاح الكيماوي يعني. طبعا هذا لا يبرئ انه الاخرين شو دورهم وشو مسؤوليتهم، بس الامور تغيرت الى يعني التعاطي الاعلام العالمي والاعلام الغربي مع الحدث الاوكراني، مع الوضع الاوكراني مختلف الى حد كبير مع ما حصل في سوريا. عيون زرقاء يا أستاذ مازن، لأنه العيون زرقاء. على كل حال ابقى معي لو تكرمت أستاذ علاء. حسه في مسألة اليوم يعني ذكرها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال لك أنه هذا استفزاز كاذب بالنسبة لما يروج حول بوتشا، واستخدم كلمة حرص الروس على تكرارها قبل أكثر من 40 يوما قبل غزوهم لأوكرانيا. كانوا يتحدثون عن هستيريا الغرب عندما كنا نسمع تصريحات أمريكية وأوروبية عن نية روسيا غزو أوكرانيا. رد الروس حينها بأنه هذه هستيريا يمارسها الغرب. الغريب أن وزير الخارجية لافروف يا أستاذ علاء اليوم كرر كلمة هستيريا فيما يتعلق ببوتشا، وقال لك أنه الغرب يحاول عرقلة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا من خلال تأجيج الهستيريا بشأن بوتشا. تكرار المصطلح بهذه الطريقة على ماذا يدل من وزير الخارجية لافروف؟ قولا واحدا، هؤلاء الجماعة ظالمون وطغاة ولا يعرفون لغة سوى لغة الطغاة، ويرفضون أي شيء وينكرون كل شيء. ما حدث بوتشا هو ما حدث في حلب وما حدث في سوريا. الأيدي المكبلة من المدنيين الذين تم قتلهم، هذه حقائق واقعة 100%، جرائم كبيرة جدا تقع، وروسيا تعرف ماذا تفعل، وكل ذلك تفعله ومن استهداف للبنية التحتية. بس بالتحديد لافروف يا أستاذ علاء، إلى أي مدى تراه أدان نفسه بنفسه؟ يعني قبل أكثر من 40 يوما كان يقال لهم أنتم الروس ستقومون بغزو أوكرانيا، ردوا أنه لا، الغرب يهذي والغرب يمارس هستيريا. الآن قال لهم أنتم مارستم جرائم حرب في بوتشا، يردون بالقول هذه هستيريا غربية. نعم، هو دائما كما قالوا في البداية بأنه هو يريد أن ينكر ما تم حدث، ويريد أن يقلب رأسا على عقب. ينكر ماذا يريد أن يقول؟ يقول بأنني قتلت المدنيين، طبعا سينكر تماما كما بدأت بداية الحرب أيضا. ولكن يجب أن نعلم بأن كان هناك دورا للاستفزاز الأوكراني لروسيا في ذلك، وكانت هناك إصلاحات بأنه سيكون مع حلف الناتو، وهذا ما يشكل خطرا لروسيا. ما أقصده بأن ما يحدث الآن، وحتى أريد أن أذكر ذلك بالاستهداف البنية التحتية، وكل ذلك فعلا يذكرنا كما تفضل الأستاذ مازن ضيفك الكريم، لأنه بحلب لا، إن كان له مسبب واحد هو فقط عبارة عن عملية تهجير متزايد من المناطق التي يرغب أن يحصل عليها. إذن هذا تأكيد للمؤكد وكلام نعيده منذ بداية الحرب ربما أستاذ مازن، أن الروس يمارسون جرائم في أوكرانيا كما فعلوا في سوريا. وحتى اليوم مسؤول في الإدارة الأمريكية يتحدث عن أدلة بالفعل تظهر ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا. طيب سيظل المعنيون يرددون هذا الكلام دون نتائج، دون مآلات، دون تداعيات، فقط توصيف أستاذ مازن؟ لا، هذا الأمر هو جزء من العملية السياسية، جزء من التفاوض. بالنهاية ما في أي حرب، أي عمل عسكري بدها توصل لصيغة لنتائج. وبدي أعلق على زميلنا ضيفك الكريم أستاذ علاء، يعني أنه لما مثل ما ذكر أنه بالنسبة للرئيس الأوكراني عم يتراجع ويقدم تنازلات، طبعاً
المسألة بالتفاوض دائما في أساليب وأشكال مختلفة. بالضرورة هو بده يقدم تنازلات، لأنه بالأساس في خلل كبير بميزان القوى بين قوة روسيا وقوة أوكرانيا بالوقت بالنسبة للغرب بيدعمه بالإطار الخلفي، لكن ما ممكن يتورط أو يشارك بشكل مباشر، وبالتالي في معادلة فيها خلل. هلا بالنهاية بده يكون في آلية من التفاوض من أجل الوصول، يعني يجوز تكون هلا بتركيا عم يكون ممكن تكون تعطي أكثر جدوى، رغم أنه في أكثر من فريق دخل، إن كان أوروبي ولا حاليا عربي ولا غيره، باتجاه إيجاد حل سياسي. طبعا الروس يدركوا تماما مثل ما جرى التعليق أنه المسألة هي أوسع من موضوع أوكرانيا، هي تتعلق بوزن روسيا أو بالنظام العالمي الجديد اللي ممكن ينشأ. فروسيا تريد أن تحصل على مكاسب، ليس مكاسب فقط على صعيد أوكرانيا أو بعض المواقع الاستراتيجية بشرقها أو بجنوبها، وإنما تريد جملة مسائل من الغرب. لذلك بتقديري الحرب ستطول بأي معنى، ليس بالمعنى العسكري بهالكثافة الكبيرة اللي جرت فيه خلال الشهر أو الأربعين يوم الأول، واللي عمليا تهجر بحدود 10 ملايين، ربما يتخلل شكل من هدان، يتخلل شكل من كذا، يبقى حالة الاستنزاف بالمناطق الجنوبية والشرقية. يعني إذا ما وصلوا لصيغة توافقية سياسية لا يمكن بمعنى ما توقف الحرب. فالحرب بدها تستمر بأشكال مختلفة، لكن ليس بنفس المستوى اللي بدأت فيه أو اللي جرى فيه خلال الشهر الماضي. وبتقديري أنه الأمر لوصول لصيغ يصير فيها توافق، هذا يحتاج إلى زمن ويحتاج إلى اقتناع، لأنه الروس لن يستسلموا ببساطة بأمام وضع تراجعهم، بدهم يضلوا يفكروا، بدهم يوصلوا للأهداف السياسية اللي عم يطمحوا لها. وأيضا بالنسبة للغرب وبالنسبة للأمريكان بدهم يفشلوا خطة الروس، وبالعكس يجوز يكون عندهم خطوات لإضعاف وتفكيك الاتحاد الروسي. يعني فالمسألة في صراع، هذا الصراع بتقديري لن ينتهي بهالبساطة. يعني بده ياخذ مدى. هي الحرب فتحت لصراع، لنوع من حرب باردة جديدة. كيف بدها تستقر لا أحد يعلم، يعني هذا في احتمالات كتير مفتوحة، بس أكيد الصراع وكسب الأوراق أو المكاسب على الأرض هو اللي بيعطي قوة لهالطرف أو لهالطرف. وعلى الأرض الأمور كما يبدو أستاذ مازن ليست في مصلحة روسيا. حتى هنا أسأل أستاذ علاء، بالنسبة لماريوبول ربما أراد الروس السيطرة على المدينة بشكل أو بآخر، لكنهم عجزوا، واليوم يتحدثون الدفاع الروسية في تصريح خطير للدفاع الروسية هنا أستاذ علاء عن تحرير ماريوبول بحسب ما قالوا، بعدما يعني لم تثبت كييف نيتها الحفاظ على حياة عسكريها في المدينة. ماذا نستشف من هذا الكلام؟ هل يمكن للروس أن يستخدموا أسلحة فتاكة في ماريوبول للسيطرة عليها بعد عجزهم؟ لا أعتقد ذلك، وحسب التحليلات حتى، لأن اقتحام المدن سيكون عبر حرب الشوارع، وهذا ما جعله يستقطب جماعة فاغنر وأيضا السوريين، جماعة النظام المرتزقة، وأيضا الأوكرانيين. أظن هو يخطط يحاصر هذه المدن، لأن المدن الكبرى لا يستطيع أن تنتهي أو يقضي عليها بما يسمى بالحرب التقليدية أو بالطائرات أو بالمدافع، لابد من دخول بري، وهذه ستكون هناك حرب شوارع وسيكون تمشيط كبير إلى ذلك. وربما هذا السبب وافق على الممر الإنساني، وما تلاحظون اليوم حينما تحدث باتهم بأن الأوكرانيين قد أخلوا بالشرط وضربوا الممر الإنساني، هذا دليل بأنه ملاحظة وإشارة إلى أنه هذه الاتفاقية التي كانت في إسطنبول وفتح ممر
بناء على طلب تركيا هذا الممر الإنساني سيتم إغلاقه أو تهديد بأنه سيتم إغلاقه من جديد. لذلك أتوقع بأن انسحابها أيضا كان بسبب المفاوضات. يعني أقول ولو إذا سمحت لي بأن السيد إبراهيم قالن وهو كبير مستشاري الوزير الرئيس التركي قبل فترة أثناء قبل المفاوضات قال بأن هناك شرطين من المفاوضات، الأولى فيما تتعلق بالهدنة المؤقتة والإنسانية، والثانية التي يمكن أن تكون بين الرئيسين، حينما أشار زيلينسكي إلى أنه يمكن التفاوض حول المنطقتين التي نسميهما الشرقية دونسبك على أساس أن يضمهما ومع القرم. روسيا تحاول أن تجعل طيب سأتي إليها هذه مسألة مهمة جدا أستاذ علاء عن موضوع المباحثات وما يتداول على أنه المسألة العالقة هي مسألة شبه جزيرة القرم، لكن أريد أن أشرك معي الآن اللواء ماجد القيسي المحلل العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك معنا ساعة اللواء، فقدنا الاتصال باللواء ماجد القيسي. أستاذ مازن عدي، المفاوضات برعاية تركيا واضح بأنها ماضية، وكما أشار الأستاذ علاء لكلام الناطق باسم الرئاسة التركي إبراهيم قالن، إلى أي مدى يمكن القول بأنه بالفعل الوساطة التركية يمكن أن تؤتي أكلها قريبا في ظل حديث عن لقاء محتمل بين بوتين وزيلنسكي في تركيا، وأنه المسألة العالقة فقط الآن تتعلق بشبه جزيرة القرم؟ بتقديري علينا نميز مستويات بين بموضوع المفاوضات. يعني في مفاوضات إلى طابع إجرائي، إلى طابع عملياتي، ما يتعلق بالجانب الإنساني، بممرات إنسانية، تبادل أسرى، مسائل تفصيلية معينة. لكن وهذا عم يتم بتركيا وحققت نجاح إذا بدنا نقول المفاوضات بهالخصوص. لكن لما بده يصير في انتقال للجانب السياسي، الأمور هون تأخذ تعقيد أكثر. ربما تكون البداية بتوفير هالإمكانية اللقاء بتركيا، اللقاء مباشر. بس هذا الأمر بتقديري حتى لو حصل هو بداية. الموضوع الأوكراني يعني مستوى الخلاف والتباين كتير كبير بين الأهداف الروسية وبين المدى اللي ممكن يقبلوا فيه الأوكرانيين. فهالمسألة هي خاصة أنه الأوكرانيين لا يمكن يقدموا تنازلات جدية إذا ما كان في لهم ضمانات يقدروا ياخذوا، خاصة ضمانات من الغرب في مسائل متعلقة بحيادية كاملة لأوكرانيا، بشروط معينة، بتفاصيل طالبها الروس ما لها متعلقة فيهم إنن لحالهم. بس المفاوضات إذا حققت تقدم بجوانب معينة ربما تفتح. بس أنا بستبعد إنه راحت المفاوضات وتنتهي الأعمال العسكرية، لأنه كل طرف بده يحسن وضعه. يعني الأوكرانيين عم يحاولوا يستعيدوا زمام المبادرة، يحرروا مناطق سيطروا عليها الروس، يشكلوا حالة من الاستنزاف. الروس عم يسعوا أنه بخلال الجمهوريتين أنه يوسعوا قوته نفوذهم. ممكن كمان الأوكرانيين عم يهيئوا. يعني بتقديري حتى لو حصلت مفاوضات وصار في ضبط إذا بدنا نقول لهالحرب القائمة، رح تكون في بؤر صراع مستمرة. هيك نعم. شوف يعني حتى هنا أستاذ مازن، يعني في كثير من التناقض حول يعني المعلومات المتعلقة بالمفاوضات ومصير المفاوضات. أستاذ علاء، أذهب إليك أستاذ علاء، حتى الحديث عن لقاء بوتين بزيلنسكي منذ ما قبل الحرب وهذا السيناريو مطروح، والوساطة التركية تسعى لإنجاز هذا اللقاء في تركيا، لكن حتى الآن لم يحدث هذا اللقاء.
من خلال المعطيات التي تتابعها وما يرد من الطرفين المفاوضين الأوكراني والروسي، هل ترى بالفعل وما قاله أيضا رئيس أردوغان عن أنه زيلنسكي وبوتين يختاران التوقيت المناسب للقاء، هل ترى بالفعل بأننا اقتربنا من رؤية هذا اللقاء للرجلين في تركيا؟ وأعتقد بأن ذلك يمكن في حال إذا زيلنسكي وافق ما تريده روسيا. لنتابع ماذا تريد روسيا بشكل عام. تريد أن تكون خالية من السلاح، هذه نقطة مهمة. كيف يمكن لأوكرانيا أن تكون خالية من السلاح؟ النقطة هناك نقاط أيضا لا توضح، بأن أشار إلى هذا زيلنسكي، قال بأن يمكن أن نقوم بعملية استفتاء في المناطق التي تريد روسيا أن تضمها وأعلنتها مستقلة حتى بما فيها القرم. إلى أي مدى يمكن أن يتنازل زيلنسكي الذي الآن شعر بأنه لوحده، وهو أظهر في خطاباته واليوم أيضا كذلك شعر بخيبة أمل كبيرة وتدور الأحداث أو التحليلات. ما بتشعر يا أستاذ علاء أنه في تناقض هنا ربما مدروس بين الخطاب ما يقوله زيلنسكي وبين الدعم العملي لجيشه على الأرض؟ يعني هذا الخطاب يتكرر حقيقة من الأوكرانيين، بالمقابل هناك أسلحة أمريكية فتاكة واضح أنها قلبت الموازين على الأرض في أوكرانيا، وهذه الأسلحة الجديد منها على الطريق، ومن هذه الأسلحة الكلام اليوم عن 10 طائرات مسيرة أمريكية من نوع سويتش بليد أو الشفرات الدموية. طيب شو رأيك بهذا التناقض، يعني بين كلام زيلنسكي وبين الدعم العسكري النوعي بأسلحة فتاكة وهو مستمر؟ هذا يدل على أن النظرية التي تقول بأن هذا الدعم الذي يتم عبر خبرات وليست أوكرانية وإنما غربية كما حدث في سوريا، لأن هناك خوف غربي، وهذه بعض التحليلات تقول بأن تسقط هذه الأسلحة بيد الروس. لذلك زيلنسكي لا يعد يضمن ويأمن، لأنه طالب مرارا حظر جوي ولم تفعله أمريكا. وأنتم تعلمون لو كان هناك حظر جوي معناته هناك، قالت أمريكا ستكون حربا عالمية ثالثة، والطيران هو أكبر قاسم. لكن بموضوع السلاح أستاذ علاء واضح بأنه الدعم متواصل وكان له الأثر الكبير في الميدان. خلينا نسأل مع الأستاذ علاء، يعني خلي هذا يمكن الخبير العسكري، ما هو بالضبط ما أنا بدي أخذ منك الكلام للواء ماجد القيسي، عاد إلينا المحلل العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سعادة اللواء، تسمعني الآن سيد القيسي؟ نعم اسمعك واضح. طيب رمضانك مبارك ان شاء الله سعاده اللواء. رمضان كريم ومبارك على الجميع، حياك الله. الاسلحه النوعيه تتدفق باستمرار الى الاوكرانيين، واليوم الكشف عن 10 طائرات مسيره من نوع سويتش بليد ايضا في طريقها الى الاوكرانيين. الى اي مدى بالفعل الاسلحه التي وصلت سابقا والتي ستصل لاحقا بالفعل هي التي ارهقت وانهكت وأحرجت الجيش الروسي في أوكرانيا سعادة اللواء؟ بالتأكيد الناتو قام يعني حقيقة بإسناد القوات الأوكرانية ليس وليدة هذه الحرب، وإنما من بعد عام 2014 حقيقة الناتو دخل على الخط الأوكراني، وتحديدا في تطوير لرفع جاهزية القوات الأوكرانية من خلال مستشارين من الناتو، كان لديهم 11 موقع في داخل أوكرانيا، كان تدريب على الجابلين والستينجر والشيت بليد السويتش بليد اللي أنتم تتكلمون عنه، اللي هي طائرة مسيرة بالحقيقة كما تكون يعني قنبرة هاون، مسافتها حوالي 1600 متر فقط. هذه استخدمت عام 2012 ودرب عليها الجيش الأوكراني، بالإضافة على الأخرى مثل النوى البريطاني والآخر الـ AP4 السويدي والبانزر فاست الألماني. كل هذه الأسلحة كان يدرب عليها الجيش الأوكراني. العقيدة العسكرية الأوكرانية تبدلت،
ويعني أصبحت عقيدة مغايرة عندما كانت تتبنى العقيدة السوفيتية آنذاك. هذه الحقيقة ليت وليدة اليوم منذ عام 2014 هم دخلوا على الخط الأوكراني تحديدا بعد احتلال القرم من قبل روسيا في شباط عام 2014. من هنا سعادة اللواء هل نتوقع مفاجآت عسكرية من الجانب الأوكراني؟ يعني اليوم مثلا موضوع استهداف الفرقاط الروسية الأدميرال إسن في البحر الأسود من قبل الجيش الأوكراني، ما الذي يمثله هذا التطور العسكري؟ لأنه تم تزويدهم بأسلحة بر سطح يعني من قبل بريطانيا لمواجهة الإنزال المتوقع الروسي على منطقة أوديشا، وهناك يعني سفن سطح وهناك غواصات وهناك فرقاطات ومدمرات. هذه الأسلحة تم تعبئتها على الساحل في أوديشا، وحقيقة هم يستخدمون أسلحة بريطانية اللي أنا تكلمت عنها اللي هي بر سطح، وهذه قادرة على تدمير السفن في عرض البحر، وبعضها يذهب إلى مسافات أكثر من 70 كيلو متر يعني، وتعتمد على الكشف والرادار ومن ثم الإطلاق ذاتيا. هذه الأسلحة تم تزويدها للأوكران، ولهذا سعى روسيا من أجل احتلال أوديشيا هو لمنع إطلالة أوكرانيا على البحر الأسود، ومن ثم منع الإمداد بالنسبة للقوات الأوكرانية بالأسلحة من قبل الناتو. لكن هل هذه الحرب يعني سوف تتغير فيها موازين؟ أنا أعتقد سوف تتغير هذه الموازين، وخصوصا بعد التعديل على الاستراتيجية الروسية، حيث كانت الاستراتيجية الروسية تعتمد على الاستراتيجية الواسعة. اليوم أصبحت هناك تضييق في هذه الاستراتيجية والتركيز على الجبهة الشرقية والجبهة الجنوبية، على ماريبول مثل ميكولايف وعلى أوديشا. طيب خلينا أختم معك عسكريا سعادة اللواء أختم معك عسكريا أيضا بما أعلن عن إسقاط مروحية روسية هجومية من طراز KA-52 بصاروخ أوكراني مضاد للدروع من طراز ستوغنا بي، وحتى كاموف. الأوكرانيين هذه طائرات كاموف اللي كاموف K-52، هذه طائرة روسية متعددة الأغراض يعني تستخدم لمقاتلة الدروع ولضرب التحصينات. هذه عمليات طبيعية أخير فاضل من إسقاط طائرة، وخصوصا بوجود الستينجر وبوجود أسلحة أخرى. بس يقال بأنه أسقطت بصاروخ مضاد للدروع من طراز ستوغنا بي. نعم ممكن هذا؟ ممكن لأنه هي هذه الأسلحة أولا هي قريبة جدا، شفت الفيديو هي قريبة جدا، ومن ثم أطلقت يعني مسافة لا تتجاوز 1 كيلومتر. ممكن أن تستخدم حتى ممكن أن تستخدم أسلحة مين دوب أيضا لمعالجة الزوارق والسفن القريبة من السواحل، ممكن أن تستخدم هذه. ولهذه دلالة على أنه الناتو قد درب هذه القوات بشكل كبير، يعني حتى عاد هيكلية تنظيمية القوات الأوكرانية وأدخل عليها الكثير، حتى التكتيكات التي اليوم مستخدمة التكتيكات المختلطة. تلاحظ أنه عمل خلف خطوط القوات الروسية، عمل على شكل كمائن، ولكن الأوكرانيون يتجنبون مواجهة الروس بالكتل العسكرية الصلبة كالدروع وعجلات القتال المدرعة. لعلمهم أن الجيش الروسي متفوق، وخصوصا تمام. شكرا جزيلا للواء ماجد القيسي، فقدنا معه الاتصال وكنت سأشكره بكل الأحوال المحلل العسكري والاستراتيجي. أعود إليك أستاذ مازن عدي، واضح بأن الخسائر العسكرية الروسية مستمرة مع الانسحاب المذل من محاور كييف. إلى أي مدى أستاذ مازن بتقديرك إذا ما استمرت هذه الهزائم والخسائر ستفرض صيغة للتسوية على الروس في ميدان المفاوضات؟ لا واضح من خلال الحديث اللي جرى وكلام سيادة اللواء أنه بالنسبة للروس أعادوا حساباتهم، يعني بعد هالخسائر يعني أدركوا الفشل، فاضطروا إلى أشكال من التراجع خطوة إلى الخلف
من خلال التركيز على المناطق الجنوب والشرق ومحاولة حصول على مكاسب على الأرض بالمعنى الحقيقي والجدي. طبعا هذا تراجع، يعني هذا بحد ذاته تراجع. هلأ إلى أي حد أيضا قادرين يحققوا الأهداف اللي بدهم إياها من المنطقة من الجنوب، أو احتلال السيطرة على أوديسا والسيطرة على باقي المدن؟ الأمر ليس بسيط. يعني مثل ما ذكر، لما لوح لهم وجرى تدمير أهم بارجة موجودة كانت للروس، فعمليا أدركوا أنه الأمر ليس بهالبساطة. يعني عمليات الإنزال وأخذ أوديسا لقمة سائغة وأخذ غير، الأمر ليس بهالبساطة. فبالتالي الصراع سيتكثف أو يتركز بالمناطق، بالمناطق اللي لها طابع استراتيجي من القرم على خط ماريوبول وعلى هذا الخط الساحلي. حتى هاد بتقديري لن يستطيعوا أنه هنين أخذ مواقع قوية، لكن بالضرورة بدهم يسعوا إلى أنه يكون في مكسب على الأرض، ويكون هذا ورقة أساسية بإطار التفاوض. الزمن ليس لصالح الروس، يعني الزمن الاستنزاف اللي ممكن يتم لهم هذا بيخليهم يخسروا أكثر، والتراجع بيصير أصعب. أها. طيب عن أوراق القوة أستاذ مازن، اسمح لي أسأل أستاذ علاء. أستاذ علاء، ما هي أوراق القوة التي يمتلكها المفاوض الأوكراني اليوم على الطاولة مع الجانب الروسي؟ الصمود، المقاومة، التشبث بالأرض، هذه أهم الأسلحة التي يد الأوكرانيين. يعني أنا أتوقع بأن هذا الصمود مشرف، وأتوقع بأنه سيتعب الروس، ولكن إلى أي مدى يمكن أن يصمدوا لا أعرف. والجافلن والستينجر والأسلحة النوعية أيضا. نعم. أستاذ علاء، يعني الستينجر يعني هذه مهمة جدا، ولكن أيضا العملية العسكرية، أنا لم أسمع مع كل أسف ما قاله المحلل العسكري السيد اللواء، يبدو لدي مشكلة في النت، وقلت لك لا أعرف كتحليل تفاصيل عسكرية، ولكن أريد أن أشير بأن من المفاوضات، لا أدري إن كان قد مر عليكم، أو بأن الروس قالوا بأن كحسن نية نحن سننسحب من أطراف كييف 100%. أستاذ علاء، وهذه مسألة جوهرية حقيقة أردت أن أسألكم عنها. الربط أستاذ علاء، الربط بين ما جرى في إسطنبول وبين الانسحاب الروسي كبادرة حسن نية، إلى أي مدى يكشف لنا بأنه مفاوضات إسطنبول بالفعل توصلت إلى هذه النتيجة دون إعلان انسحاب روسي من كييف، أو أنه الروسي يحاول أن يبرر فشله العسكري بهذا الغطاء، أنه إحنا مبادرة حسن نية بناء على مفاوضات إسطنبول انسحبنا؟ هلا في بداية لنعترف بأن هذه المفاوضات ليست كانت الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، السادسة أو السابعة، يعني هذه المفاوضات تمت بعد عدة مفاوضات كانت تجري. والنقطة الثانية بأن السيد طيب أردوغان رئيس الجمهورية اتصل مع بوتين واتصل مع زيلينسكي قبل هذه المفاوضات. أيضا هناك نقاط كما قلت لك بأن أشار إليها السيد إبراهيم قانون وبتصريح له بقناة أظن البي بي سي، وأشار بأن هناك بعض النقاط التي تحدثنا فيها، ولكن هناك نقاط أخرى لم يعلن عنها، وقال إذا تم التواصل حولها ربما يكون هناك لقاء. الانسحاب من كييف، روسيا لم تكن هكذا، التحليلات العسكرية مع السياسية التي تناقش ونقرأها، لم يكن يقصد يوم من الأيام أن يقوم بأخذ كييف، ولكن فاجأ العالم بهذه الضربة لكييف كضغطا لكي وقام بالضغط الكبير في المناطق التي يريد أن يحصل عليها، وهجر هؤلاء الناس، وقد حقق ما يريد أن يصبوا إليه. يعني خلال شهر ملايين الناس تهجرت. المفاوضات لا أعتقد أن أسميها مفاوضات بقدر ما يمكن أن أسميها اتفاقات إذعان مع كل أسف. نعم روسيا أسلحتها قديمة،
ليست متحديثة جدا، ولكن لديه كادر عسكري كبير ولديه جيش كبير. بس رغم ذلك أستاذ علاء، رغم ذلك وهنا أسأل أستاذ مازن، يعني رغم أنه الجيش ثاني أقوى جيش في العالم ولديه الأسلحة الفرط صوتية وحتى النووية، لكن أستاذ مازن الجيش الروسي يقوم بانسحابات حتى في إقليم دونباس، الأوكرانيون يبادرون وقوات روسية تنسحب. طيب هل هذا أمر مخيف بالنسبة لك أستاذ مازن؟ هل تشعر بأنه بوتين قد يلجأ إلى مفاجأة العالم بعد هذه الانسحابات؟ أستبعد هذا الاحتمال. أي انسحابات حتى بتكون نتيجة فشل يحاول أن يستخدم الانسحاب كورقة تفاوضية. يعني مثل ما بموضوع كييف بيضرب من نية أنه أنا هي عم بدي حسن نية، بينما الحقيقة مو هيك، هو فشل حقيقة. أنا ما بشوف الأمر باتجاه بموضوع إذعان، ومثل ما قال الأستاذ علاء، يعني ورقة المقاومة والصمود والمواجهة مسألة ليست بسيطة. يعني لما بيكون في تفاعل تكاتف شعب الحكومة والشعب والشباب والكذا، هذا موضوع ما له صغير. يعني نجح بأنه والله صار في إجلاء 10 ملايين، لكن 10 ملايين مين اللي طلع؟ 10 ملايين طلعوا النساء والأطفال، كان ممنوع يطلعوا اللي أعمارهم لحد 60، يعني الذكور ما كانوا عم يطلعوا. أيوة. عم يطلعوا الأجانب، فبمعنى ما هناك طاقة بشرية للقتال وللمقاومة، حتى أنه ليس كل النساء طلعوا، يعني اللي طلعوا الحالات خاصة اللي عندهم أطفال اللي عندهم كذا، اللي صار فيها حالة اللجوء الكبيرة واللي صارت مقومات الحياة كتير متعذرة، يعني اللي خرج من بلد ليس صغير، يعني بلد بيتجاوز فيه 40 مليون نسمي، فوجود 30 مليون أو 25 مليون ويبقى صامد ويساوي مقاوم استنزاف ليس بهالأمر اللي أنه ممكن يكون رابح. صحيح الرئيس الأوكراني شعروا بالخزلان أنه هنن بصدورهم عم يتعرضوا ودفعوا الضرب والتمن والكذا، مثل ما حصل بمناطق سورية ومثل ما حصل بمناطق تانية، لكن بالنهاية يعني ليس له أمام، ليس هناك خيار آخر. تمام. يعني تمام أستاذ مازن، اسمح لي أريد أن أختم. تمام. أريد أن أختم من هذه النقطة مع الأستاذ علاء. لذلك ممكن الأمر يصير في استمرارية للحرب أو للصراع، لأنه كل طرف بده يحقق، إذا لم يحقق بده يستمر، أما أنه تمام. يرتكب. تمام أستاذ، شكرا أستاذ مازن، شكرا لك. في دقيقة أريد أن أختم مع أستاذ علاء. أستاذ علاء، أكثر مما قاله الأستاذ مازن، الأوكرانيون اليوم ينفذون هجوما معاكسا في إقليم الدونباس بعد 41 يوما من الحرب، هل يمكن أن نقول انتصرت أوكرانيا مرحليا على روسيا، على ثاني أقوى جيش في العالم؟ نعم، من ناحية إذا قلنا من ناحية الصمود انتصرت كصمود، ويجب أن نذكر أيضا بأن أوكرانيا تملك نفس المفاتيح التي تملك روسيا، الجيش الروسي، هي تعرف لغتها، تعرف أسلحتها، وبالتالي إن كان فعلا هناك دعم حقيقي من الغرب يمكن أن تقلب المعادلة، لا شيء مستحيل. شكرا جزيلا لوجودك معنا الباحث السياسي علاء حسو، شكرا جزيلا لضيفنا أيضا من باريس عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي مازن عدي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة من استديو التاسعة، نستودعكم الله.